احنا عارفين انه من امبارح فخامه الرئيس ادى توجيهاته بمساله تسعير الخبز فورا وعدم تخطي هذا التسعير ده تحديدا في الخبز غير المدعم، ايضا في مساله الحافز الخاص بتوريد اردب القمح. مجلس الوزراء فوض وزارة التموين في وضع آلية تسعير الخبز الحر ما بين قوسين غير المدعم. معنا على التليفون أستاذ عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. أهلا بك يا أستاذ عبد المنعم. خير يا فندم، مساء الخير على مشاهدينا الكرام، وكل سنة وحضرتك طيب والشعب المصري بخير واستقرار وأمان إن شاء الله. اللهم آمين. أستاذ عبد المنعم، حضرتك المسؤول عن استقرار الأسواق في الوزارة، هنعمل ايه خلال الفترة الجاية؟ التسعير هيبقى عامل ازاي؟ سعر الخبز غير المدعم او الخبز الحر، سعر الرغيف هيبقى قد ايه؟ وهحط ما بين قوسين، اسمح لي، احنا مش عاوزين حد يلعب من اصحاب المخابز في وزن الرغيف، يعني ما يجيش يقول والله الوزارة وقالت هيبقى مثلا 75 قرش او هيبقى جنيه فيروح منزل الوزن. طبعا كلام جميل من حضرتك، وكان حضرتك يعني خير شاهد على الايام امبارح والنهارده في انطلاق معارض اهل رمضان وتوفر السلع وانخفاض الاسعار. النهارده شفت اسعار جديده في بنها، في معرض بنها السكر ب 10 جنيه والدقيق ب 8.5 والرز ب 8 جنيه، يعني حاجه بصراحه يعني ادي الاسعار كانت الناس بتتكلم عليها من اسبوع، وبنقول بدات الاسعار في نزول وتخفيضات هائله جدا في جميع المعارض في جميع انحاء الجمهوريه اللي انطلقت، والشوارع والسيارات المتنقله اللي بتحمل السلع الاستراتيجيه في النجوع والكره. فالدوله اللي قادره على هذا المنظر الجميل وتخطي هذه الازمات قادره على انها تخطي موضوع القمح والافران السياحيه. طبعا توجيهات القياده السياسيه بتسعير الرغيف السياحي مش المدعم زي ما حضرتك قلت بين قوسين، لا مساس بالرغيف المدعم، لا مساس بالرغيف التموين، احنا بنتكلم على الرغيف السياحي على المخابز الافرنجيه على المخابز السياحيه. النهارده معالي وزير التموين والتجاره الداخليه كان في اجتماع واعطى لجميع المديريات بها ان شاء الله اجتماع في ساعات قليله قادمه بانه هيحسب انه سعر الدقيق الموجود في السوق اللي هيتورد لهذه المخابز، ويشوف طبعا طبقا لحسابات الخبز والدقيق في الافران التموين معروفه الحسابات قد ايه، فيعرف هذه الحسابات والتكلفه وهامش الربح، وسيتم تحديد سعر الرغيف السياحي. طبعا واحد هيعمله 50 جرام، واحد هيعمل 100 جرام، وانت عارف بقى يقول لك اصل ده للمطاعم، اصل ده لكذا، والاماكن ده اصل المكان ده احنا في الزمالك، لا احنا النهارده في كذا. هتوضع كل هذه الاليات هتتحط على ترابيزه الاجتماعات، ويتم حساب التكلفه وتحديد السعر بالوزن. ازاي ممكن هنقول النهارده كيلو دقيق هيعمل قد كام رغيف، ونوزن الكام رغيف يبقى هيدي مثلا على سبيل المثال يدوا 10 جنيه ال 10 رغيفه يبقى الرغيف 100 جرام بجنيه، ده على سبيل المثال. ويتم تحديد ذلك في خلال يعني اقصاها يوم الاحد، والنهارده زي ما حضرتك اشرت تم تفويض وزاره التموين بتسعير الرغيف حتى لا تحدث مثل هذه الزيادات المبرره من اصحاب المخابز السياحيه اللي في بعض الناس يعني استغلت الظروف ورفعت الرغيف بابو جنيه لجنيه ونص، وفي بعض المناطق جنيه ونص رغم ان كان في زياده بسيطه. والنهارده برضه استاذ يوسف الدقيق تراجع 400 جنيه في القطاع الخاص، النهارده في تراجع في الاسعار، الرز تراجع اكثر من 1000 جنيه النهارده، في تراجع في الاسعار جامد في الاسعار. فالنهارده برضه هيتم وضع اليه للمخابز زيها زي اي محلات عاديه، بجانب اللي هو بجانب اللي هو تحديد السعر والوزن لرغيف الخبز السياحي الغير مدعم اللي هو خاص بالقطاع الخاص. طيب تحديد سعر يعني على اي حته؟ يعني على سبيل المثال افترضت انا انه الرغيف وزنه 50 جرام. تمام. الرغيف اللي وزنه 50 جرام ده يتباع في السيده زينب، يتباع في الزمالك، يتباع في بلاد وائل واء، هيبقى سعره ثابت وواحد. هيبقى سعره ثابت يا فندم، لان حضرتك هو هيحدد سعر دي ثابت لهم، وهيبقى له لون معين في الشكاير لهذه الطعم، وهيأمد هذه المخابز على مطاحن بالدقيق، ما يبقى الدقيق متوفر عندها، ما فيش عندها عجز في اي دقيق، هتاخد الدقيق بالسعر العادل، وهيحسب سعر التكلفه، لا ضرر للفرن ولا ضرر للمستهلك. احنا بنقول السعر العادل، السعر العادل اللي هو سعر التكلفه زائد هامش الربح اللي الربح المعتاد،
وهيبقى في سقف لهذا الرغيف، بحيث يكون النهارده ال 100 الكيلو دي مثلا هياخدوا 8 جنيه، هتحسب التكلفه هيديني 10 ترغيفه ب 10 جنيه على سبيل المثال. انا ما بقول على سبيل المثال مثلا. انا دايما اصلي خوفي يا استاذ عبد المنعم ان يجي واحد يقول لك اصل سعر الرغيف في الزمالك غير سعر الرغيف في العجوزه، انا ببقى بتنطط، ده دقيق وده دقيق. ده لا يا فندم، هتبقى الاسعار ثابته وهيجتمع بجميع المديريات وشعبه المخابز وكل التكلفه من جميع النواحي، حتى لا يكون هناك ضرر على اي احد من الاطراف، لا المستهلك ولا الدوله ولا طيب صاحب احنا الفرق. عندنا استاذ عبد المنعم عندنا اليه واضحه فاعله دقيقه، خد بالك يا استاذ عبد المنعم من المصطلحات، اليه تمام. واضحه فاعله دقيقه باستمرارية لمراقبة الأسعار في الأسواق. تمام يا فندم، عندنا آلية، وزي ما حضرتك شفت لما الأسعار عملت إيه الأسبوع اللي فات، تدخلت الدولة على طول والأجهزة الرقابية من جميع النواحي في سياق واحد تحت قيادة سياسية حكيمة، الإدارة والقيادة الحكيمة اللي أدارت جائحة كورونا قادرة على إدارة هذه الظروف اللي إحنا فيها. النهارده حضرتك إحنا بنشوف الأسعار ومراقبة جشع بعض التجار، ما بقولش التجار، بعض التجار الغير مبررة، إن إحنا عندنا مفتشين متمرسين بيتم المرور على الاسواق ومراقبه الاسواق. ازاي يا استاذ يوسف؟ بشوف انا السلعه دي منتجه شهر كام قبل هذه الظروف كام، واشوف سعر البيع في الفاتوره، لان اي سلعه بتطلع من المنبع من المصنع من المستورد من المورد بيبقى فيها سعر البيع للمستهلك. حلو. فانا النهارده ببص على هذه السلعه منتجه قبل شهر 2، طيب الفاتوره فين؟ السعر بتاعها كان 8، لازم تبيعها ب 8، بعتها بازيد من السعر، بنخش بقى في ايه؟ في قضيه ثانيه خالص. والنهارده بيتم الحبس احتياطيا على الفور ومصادره البضاعه والغرامه اللي تصل مليون جنيه، ويمكن السيد المستشار النائب العام برضه عاد تعليماته بان السلع اللي بيتم مصادرتها ما نحجبهاش عن السوق، بيتم وضعها في المجمعات الاستهلاكيه وبيعها للجمهور المستهلك بالسعر الرسمي فورا، ودي بتدي وفره في السوق واتاحه لتوفر السلع. 100 100. طيب لو افترضنا ان فلان الفلاني يا استاذ عبد المنعم ما حجبش سلعه لكن معلي سعرها وظبطوه، عقوبته ايه؟ يبقى ده بيع بأزيد من السعر. النهارده في ظروف استثنائيه بيع بأزيد من السعر، يبقى النهارده دي قضيه امن دوله، قضيه محكمه اقتصاديه. النهارده بيتم مصادره البضاعه لمحل الواقعه وبيتم الحبس من سنتين والغرامه تصل لمليون جنيه. طب ده كلام كويس، يا رب يحصل. طيب احنا هنا بنتكلم مش بس على اسعار العيش الحر او الخبز الحر او السياحي لو غير المدعم، انا كده بتكلم على اي سلعه لو تم وحصل انه محل بقاله سوبر ماركت سلسله الجن الازرق رفع اسعار هتعرفه ومش هيتعتق يا فندم. هنعرف على طول، والحملات مستمره، وانت شفت الرقابه في الايام الماضيه في جميع الجهات، وان عندنا الخط الساخن 16528 لاي شكوى على طول لهذا مجلس الوزراء مع وزاره التموين، بيتم التعامل والتنسيق فورا والرد على الشاكي بما تم من فحص الشكوى. طيب ده شيء عظيم جدا. استاذ عبد المنعم حاجه اخيره معلش بعد اذن حضرتك، اتفضل. بس يمكن دي مالهاش علاقه قوي بالوضع ده لكن ليها علاقه بالوضع العام، متى يتم الزام كافة المصنعين على الأقل المحليين بوضع السعر على المنتج؟ هو هذا القرار اشتغلنا عليه فعلا وعملناه كل حاجة، بس في بعض السلع وجدنا فيها صعوبات. بس حضرتك دلوقتي لو نزلت هتلاقي في بعض السلع عليها الأسعار فعلا اللي هي موجودة في عبوات كرتونية على أسعار سعر البيع المستهلك، وبل بعض السلع الاستراتيجية المهمة جدا مكتوب عليها سعر المصنع وسعر المستهلك. يعني لو حضرتك شفت كيس الرز أو كيس السكر مكتوب عليه كيس سعر البيع للمستهلك وسعر المصنع، ما يقدرش يتلاعب. مهما زادت حلقات التداول فالسلعة طالعة من المصنع معروفة النهاردة تكلفتها كذا وهتتباع للمستهلك بكذا مهما زادت حلقات التداول، ولكن بعض السلع بيصعب وضع عليها الاسعار، فبتتحط في خانه الفاتوره الملزمه اللي بتطلع من المصنع، فيها خانه اسمها سين ب ميم،
سعر البيع للمستهلك، ودي موجوده في جميع الفواتير النهارده، ان هو لما السلعه تروح للسوبر ماركت مكتوب سعر البيع للمستهلك 8 قروش، هيحط على السلعه على الرف 8 قروش، وهنا دور الرقابه بتاعتنا اللي بتمر وتبص وتبص الفواتير وتراقب وتطبق الفاتوره بالسعر المعلن على الرف على الازازه، لان مثلا حضرتك على سبيل المثال زي البسطرمه ما ينفعش احط السعر على البسطرمه، زي الجبن اللي بتيجي في صفايح وتتقطع، في بعض السلع بيبقى فيها نسبه نقص في النتجاوز في النقص، يعني مثلا تعبي صفيحه الجبنه في اول الموسم لما بتيجي تعبي 15 كيلو بتيجي اللي هي اسطنبولي بتيجي تتوزن بعد كده تصفي بعد التناقص في الوزن والملح والملح، وكانت تصفي 8 ل 10 كيلو، فطبعا دي يصعب ان انا احط السعر عليها، وبرده يصعب احط سعر على الجبنه الرومي، لان طبعا في جبنه دايره، في جبنه بتبقى جديده، في جبنه بطارخ، في جبنه قديمه، فالنهارده سعر البيع للمستهلك موجود في الفاتوره، ودي اهم طرق المراقبه الحديثه طبقا للقرار 330 لسنه 2017. عظيم جدا، انا بشكرك جدا استاذ عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين. الساده الكرام، حضراتكم لازم تبقوا عارفين كلامي هنا موجه لكل التجار ايا كان نوع التجاره التي يتاجر فيها، طالما انها سلعه غذائيه بعد اذن حضرتك تطلع لحمه، تطلع دواجن، تطلع البان، تطلع اي منتج غذائي اخر، ارجوك ما تهزرش. حلو كده، مش هقول لك ارجوك ما تطمعش، ارجوك ما تهزرش، علشان الكلام ما هواش قابل للتراجع. يعني اوعى تفتكر ان الدوله هتسخن لها يوم اتنين تلاته اسبوع وبعدين الموضوع ينام، والله والله لا، ده لمصلحتك.